عندنا قضيه بقى لها 100 سنه، اكتر من 100 سنه. 1902 لما الفيضان بيجي وبيغرق الدنيا كلها وبيغرق، فبدات الدوله يعني نعمل خزان اسوان. فخزان اسوان بدا 1902، غرق عده قرى اهالينا طبعا في النوبه. ثم بعد ذلك بدانا نعلي خزان اسوان 1912، غرق يعني غرقت قرى اخرى 1933. وبعدين الرئيس فحصل ده، الرئيس عبد الناصر جه فنعمل كمان السد العالي. حصل هذه القضيه بقول لحضراتكم اكتر من 100 سنه. القضيه دي واهالينا في اسوان واهالينا في النوبه ما حدش حلها الا الرئيس عبد الفتاح السيسي لما جه. جه الرئيس قال لا، ازاي اهالينا لهم تعويضات، لهم حقوق، ياخدوا فلوس وياخدوا ارض وياخدوا بيوت. فعلا تاني بقول لحضراتكم اكتر من 100 سنه قضيه ما حدش حلها الا الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكانوا اهالينا دايما يطالبوا يا جماعه طب حد يفتكرنا، طب يا جماعه شافونا، طب يا جماعه ايه حصل. بقول لحضراتكم والرئيس راح زارهم غرب سهيل ونصر النوبه ونحل كمان قضايا اهلنا في النوبه. النهارده كمان يعني زي ما بنتكلم كده على لما تعد وتقول هعمل بتعمل، مفيش حاجه اتقالت هعملها وما اتعملتش. فاهالينا كمان في النوبه، لانه ده ملف مهم قوي واتحطت قواعد كده واليات مهمه خاصه بحل وتعويضات اهلنا في النوبه ومسيره التنميه تتم ازاي. وفي لجنه وطنيه شكلت وكان بيترأسها المستشار عمر مروان قبل كده، ثم بعد ذلك يترأسها حاليا المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون مجالس النيابيه ورئيس اللجنه الوطنيه لوضع القواعد الخاصه بصرف التعويضات المتضرري اهلنا في النوبه. وزي ما بقول لحضراتكم بيكون يعني خلينا نعرف طيب من سياده الوزير المستشار علاء الدين فؤاد ايه اللي حصل في تعويضات اهلنا في النوبه. سياده الوزير اولا مساء الخير. مساء الخير احمد بيه ومساء الخير على الساده المشاهدين. اولا عايزين نعرف هذه القضيه اللي بقى لها اكتر من 100 سنه اتحلت ازاي؟ الالات ازاي؟ كم واحد استفاد من التعويضات؟ طب خليني بس اقول لسيادتك الاول ان التعويضات دي عن حاجتين، عن بناء وتعليه خزان اسوان. خزان اسوان اتبنى 1898 واتعلى مرتين. وبناء السد العالي. الكلام ده مش من 100 سنه بقى، انا هقول لسيادتك الكلام ده من 123 سنه تحديدا. وفي اسر كتيره ما كانش وصل لها التعويض. وفخامه الرئيس مؤتمر الشباب في اسوان سنه 2017 وجه بضروره حل مشكله تعويضات ابناء النوبه من اهالي اسوان. كويس. بناء على الكلام ده اتشكلت لجنه لحصر مستحق التعويض اللي ما سبقش تعويضهم قبل كده. اللجنه دي احنا حصرت 11500 مستحق للتعويض. جينا بعد كده ده كان الحصر الاولاني ال 11000 ولا حصر بالظبط؟ اتفضل.